أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن إدارة التفتيش بالوزارة بدأت بتنفيذ حملاتها الرقابية على المطاعم والمقاهي بالتوازي مع فتح هذه المنشآت والسماح لها بتقديم خدماتها في الأماكن الخارجية في الهواء الطلق. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد العزيز محمد الأشراف، الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مساء الخير سيد عبد العزيز. وعلى إثر القرار باستئناف بعض المنشآت الخاصة لأنشطتها خاصة المطاعم والمقاهي وذلك بتقديم خدماتها في الأماكن الخارجية، ما هو دور الوزارة في هذا الشأن وخاصة دور إدارة التفتيش في الرقابة على هذه المنشآت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحييك أختي مريم ونحيي جميع المشاهدين. طبعا يسعدني في هذا اللقاء أن أتقدم يعني لجميع العاملين في تلفزيون البحرين على هذه التغطيات، واللي هم فريق يعني البحرين والجندي المجهول في هذا العمل المتكامل. حقيقة احنا كوزارة البحرين نتكامل مع جميع الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات يعني الصادرة في الحد من انتشار الفيروس كورونا، وكلنا نتمثل في فريق مملكة البحرين. طبعا ما في شك ان احنا استنفرت الوزارة لتنفيذ التوجيهات، وهو من بعد يوم الخميس من بعد ما تم الإعلان عن بدء فتح المحلات وخاصة المطاعم والمقاهي في المساحات الخارجية، فقام فريق التفتيش متكامل عملنا خطة لهم وقاموا بأكمل وجه في توعية أصحاب المحلات وتوعية المرتادين هذه المحلات المطاعم بالشكل الخاص والمقاهي. وما في شك انه طبعا استنادا الى قرارات وزيره الصحه المؤقره للحد من انتشار الفيروس، اخذنا في عاتقنا ان احنا منها تكون الاشتراطات واضحه وتكون يعني مفهومه بشكل واضح لجميع المتعاملين مع هذه الاشتراطات، منها اصحاب المحلات ومنها مرتادين المحلات نفسها. نعم، مع هذه الجهود التي تقومون بها في مجال الرقابة، ما هي الرسالة التي تريدون توجيهها لأصحاب المطاعم والمقاهي وحتى لعموم الناس بشأن استئناف المطاعم لتقديم خدماتها؟ ما في شك الله يطول العمر ان احنا لابد ان يكون يعني ياخذون الحيطة والحذر ويطبقون كافة الاشتراطات الموضوعة من وزارة الصحة المؤقرة، وهي التباعد. طبعا اذا سمحتي لي بذكر يمكن على عجاله يمكن بعض الاشتراطات المطلوبه اذا كانت هي تخص المطاعم والمقاهي، يعني نتكلم بشكل عام، لابد من الاشتراطات للعاملين داخل هذه المطاعم يكون لابد لابسين الكمامات والقفازات وفي تباعد اجتماعي ما بينهم. وهم كذلك الطاولات الموضوعه للزباين يكون في مساحات بين كل طاوله وطاوله من كافه الجهات الاربع مترين لا يقل، وبحيث انه يكون جميع يعني المرتادين المطاعم ياخذون في الحيطه والحذر في التباعد فيما بينهم ويتعاونون مع اصحاب الشان ويكونون على علم ومعرفه بكل ما يتقدم لهم انه هو سليم ونظيف، خاصه لموضوع الادوات الموضوعه على الطاوله انها تكون لاستخدام يعني المره الواحده بحيث انه يكون ما يستخدم بأكثر من مرة. وإضافة إلى ذلك إنه يكون فيها يعني تعقيم الأسطح والجهات اللي ممكن يعني يلمسونها بإيدهم أو يكونوا يحتكون فيها، ويكون في تباعد اجتماعي فيما بينهم. نعم. ونتمنى إن شاء الله إنه يكون يعني الاشتراطات تكون واضحة، وطبعاً إحنا قبل ناخذ أي عقوبات من إدارة التفتيش لابد إنه يكون في توعية نوعي الناس ونوعي أصحاب المحلات ونوصل لهم الرسالة المطلوبة. ودنا إحنا أن نكون نقلل من هذا الانتشار وأن يكون دائما المواطن وهو في أمن وأمان وفي صحة وسلامة، وأن تبعد عن هذه الجائحة إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق إن شاء الله البحرين إن شاء الله أجمع أنه يكون في تنفيذ التوجيهات المطلوبة بإذن على الله. بإذن الله. السيد عبد العزيز محمد الأشراف، الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.